اوكي هاي نحن جايين هسه على مطار بانكوك، جايين نستقبل البنت الفيتناميه لين، راح احكي لكم القصه بالتفاصيل. انا والاستاذ علاوي، طبعا علاوي جايب لها هديه، جاي نستقبلها وجايب لها هديه وفعلا تستاهل. خوش بنيه هاي الشنطه، بس اريد اعرف شنو هالهديه وليش بيها اغراض ثانيه مو شان هديه. جايب لها هديه تستاهل، هي استقبلتها زين هديه. مش كثر العالم بالمطار تبع بانكوك، ملايين ومليون. طبعا الهديه اللي استقبلتك بيها هي بالمطار كانت حلوه، لا تقول لي صورتها كل العالم كانت عارفك، فانت لازم تكون حلو وما يستحون. بس انا جنتلمان جبت لها هديه، يعني استقبل بها صديق. شكرا لك، شكرا شكرا. نخابرك فيما بعد. علاوي شلون قاعد يستنى؟ تقول قاعد يستنى امه. اي ذبحت العجوز، انتبه. ايش بيك؟ قاع يا بريه. وصلت. ذيك هي صحيلها وصلت. الو هوري هوري جود ام جود ذا رايت نوت اون يو. شنو ذا انجليزي يا مرسي؟ ذا رايت نوت اون يو اون مي. اي دونت اند واي يو دو داش اي بي شاي لوك صار وجه احمر. نو هي ديدنت. اي برينج فلاور فور يو. وات هي نو نو فلاور نو فلاور وذ مي نو فلاور. He have something for you. Get it. Look, all people look me. Okay. هذا مبين عليها مشغله غنيته مخصص ماك ابعد عني ما ادري ايش اللي طيك انت راندي ما طيك وين رايح؟ تعال 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 تعال. I am in Thailand. تعال تعال. لا اوه شلون دلال وعلى انا ادك على broken team give him hug. He is good man. He bring something for you. No come ما يصير عيب. لا تفضحنا انت عشان جندلمان، عشان انت جندلمان. لا لا تفضح. انا صحيح قايلها علاوي حرامي بس شريف. You don't get the gift. No. He have gift for you. No it's okay. طيح علاوي والله انا قايلها جنتلمان محترم حرامي شريف كذا. Okay. طالع لها الهدية. Look your just yeah, he bring something good for you. علاوي ايوه حط رجلك على ركبتك. Just سوي حركة هاي مال الخواتم. Close your eyes. Okay. وقف. What? What? Why you laughing? علاوي هذه بدور مو؟ بدور الورد. شرفك بدور الورد. I say flower. I could. You don't. على أساس جايب لها ورد جايب لها هذا؟ You don't like it. What is that? You don't like it. You don't like it. علاوي هذه. I could bring one flower, but this is garden of flower. شنو garden? Okay. But I mean, no. Think deep. Too much flower. No, because this is very cheap. That's why. تعال. This way. He's gentleman look. والله ما تستاهل انت ولا هي بس اني. والله لا بالعكس. لانه ما اقدر اخلي سيده تجرد شناطي احتراما مني. دلوقتي. والله انت محترم. انا قلت لها علاوي حرامي بس شريف اكثر من مره حكيت بهذا الموضوع. شنو جابت لي هديه؟ My new phone for you. Thank you. هذا هاتف عرفتوا لعبه الدوده؟ نو علاوي ها؟ هسه احكي لكم قصتها ليش جت معنا. نيو فون يا. علاوي تعال وين حجي وين اذا تعال هناك شلون مطقم تطقيم. طبعا لين اجتنا من الفيتنام لانه هي سالتني وتعودنا على بعض صارنا اكثر من شهرين نحن مع بعض فسالتني قالت لورنس امانه ارجعوا على الفيتنام فقلت لها والله نحن وضعنا كشغل نجي على البلد ما نرجع له اقل شيء سنه او سنتين ونحن هسه حاليا خارجين من قاره اسيا تقريبا يعني بعد شهر شهرين راح نطلع من اسيا نروح عندنا نغطي غير قارات فما راح نرجع يمكن سنه او حتى سنتين فطلبت انها تيجي تشوفنا بتايلند قبل ما نغادر. يو ويلكم باك. فخطيه انا يعني احترم هاي البنت جدا محترمه ومؤدبه صراحه وتحبنا يعني بس دي ايه هلا. طبعا هسه نحن هنا جايين على هذا هذا نحن هلا. طبعا نحن هنا جايين على هذا المول اسمه سنترال مول جايين نشتري شويه اغراض من هنا بس شلون شق. اكبر المشاكل اللي تواجهنا مع هذه البنت هي ما تاكل اي شيء فبدنا نظل نمشي نحن ندور معاها بالسوق كل الوقت لحتى ما تلقى شيء تاكله. هسه قاعد ندور دوريان. يوان الله هذا ريحته هذا على ريحته تكتب. نو يوان ذس ريحتها تفندق. ايوه ممنوع يقولوا هاي ممنوع صح يقول صحيح ريحتها مو حلوه بس طيبه ما اعرف ليش وغاليه دحق ايش عبالك دحق اسعارها ستيم بات يعني غالي بالبدايه. اتس جود يو لايك ات. اوكي على فكره هذه الفاكهه مكتوب عندنا بالفندق ممنوع تجيبونها من ريحتها القويه انا بحياتي ما جربتها. كيف اذا تاكل مشاوي لا ثانك يو
بالعافية بالعافية. شنو هذا علاوي قاعد يصيح لي؟ هذا أنا عارف جوها هالأكلات اللي هذه. You like this ها؟ You have صراصير عقارق. جوها اخطبوط. جوها اخطبوط؟ Yeah. هاي جاي هيش مثل مي. تحب الاخطبوط؟ أوكي أوكي. خلنا نشوف سعره إيش قد. لا حق 9 دولار خدولي. لا لا خلي خلي تعال تعال. إذا ما أكلتيه هسه على فشخك. هتقول له. How much؟ اوكي شو هاي اكلت الاخطبوط كله. How you think disgusting. لا شنو disgusting هو طيب طيب شوف شوف تقول لك I will never eat this. Why؟ ما تاكل هذا ما تاكل هذا شنو؟ انت ما تاكل هذا الشيء؟ يقول انا ما اكل هذا الشيء. طبعا لا ما تاكل. Wait wait I will tell him something. ما تاكل. طيب شنو مشان الباكر؟ شو باكر؟ واللسان والعيون والمخ. شنو يعني هذا؟ والمصارين. إيه انت زاد تاكل شغلات غريبة؟ هسه انا اذا قلت الواحد اذا قلت المواطن السويسري تعال اكل عين الخروف شيء شرفك شنو ما يقول انت متوحش؟ اقنعتني. اقنعتني فالعالم مختلفة فلازم تتقبل فاول اول درس بالسفر لازم تعرف انك تتقبل الجميع. اكلوا مشان تبين انك تقبلت. شلون تقبل؟ شوف جبناها على محل عربي شوف شلون شكلها شوفوا شنو اكلها. هذه طلبتون جينا نحن على مطعم عربي. هي مستحيل تاكل مطعم من الاكل العربي لان تحسوا حيل دهين ومو مقبول وما اعرف شلون على المعده. فشوفوا هذا العيران لما تشرب وش يصير بوجه جس جس تيست. شوفوا شنو هالعيران شو يصير بيها لما تشرب. فما تأكل شيء هي غير هذا الأكل الفيتنامي حتى التايلندي ما تحبه. فاليوم راح أشوفها الغضب الساطع من الشرق. راح أشوفها شلون نحن نأكل بطريقة جدا رائعة وكيوت. طبعا ها سمول جود مو عاجبها. فهذا هو صحني المتواضع صحني بكبرها خطية. فراح نجهز الصحن وبعدين أرجع لكم ونرعب البنت. أول شيء هنا عم نحاول نضبط الصحن نضبط عليه اللحوم الحركات السلطات مشان نبدأ بالافتراس. هذه البنت صايبها رعب صار وجهها أصفر. قالت شنو هذولا؟ اختلاف ثقافات مثل ما نحن ما نتقبلهم وما جاد تقبلوا. حط السلطة هي كذ مطرها على قولة سكنونو قص فوقها اللحمة الزين. شوفوا هذا صحني I will teach you how we eat. أوكي هذه اسمها حركة الحوت الغاضب أغضاب. تحط هنا القاعدة مشان الدفش. You have to yeah. أيوة وتقول لها روحي. Look, yeah, try. Look, this four finger, we do like this. Try, yeah. Hey, على عنادك علاوي, yeah. And do this, like this, yeah. أيوة, eat. على عنادك علاوي وياباني. راح أفلتها راح أرجعها بدوية. شلون؟ راح اقول لكم موضوع جدا مهم. انا الاكل الاسيوي ما اتقبله نهائيا وصار لي من ايمتى بس ما جعل اتقبل الاكل الاسيوي ونحن ناكل اكلنا العربي او الشرقي. لكن صراحه الاكل الاسيوي انا اشوفه افضل لانه 70% او 80% يعتمدون على الخضار باكلهم. صحيح ياكلون هذه الشغلات الغريبه بس 70 او 80% من الاكل الاسيوي كله خضار. ما تشوفون اجسامهم ممشوقه مشق. انا صدري بقدها خطيه انهزمت راح تراجع. شوف خفافتي لابستها تعال كم كم تسكن بيها تعيش بيها الدبابة. That's why we eat like this. الله الخشم لحاله بده 3 كيلوات دجاج. خطية خفافتي بقدها. هو أنعم الشعوب الآسيوية الفيتنامية. اي انعم الشعوب الاسيويه يعني صغار وحجمهم حيل صغيرون وناعمين. انا راح اشتري هذا الشغلات ايش قد احبها بالسفر ما اعرف يحسسني اني مسافر وكل ما اشتري وحده تضيع. يو ريمبر لين وين وي باي ذس؟ اشتريتها بزاد بالفيتنام وضاعت. بس خلينا نشوف جيف مي شي وان حياتي. نو شايفين ايش عبالك انا زلمه. حجيه كان اي تيك ذس because I want to do سحر فور علاوي. نو مو هيك كذا. هلا انا عنادك انا عنادك. جيمي هاي هيك تصير يا حبيبي.
ولا هذا مصباح مع صلايا أثول. يا ثور يا ثور راح أسوي سحر مشان علاوي يرجع لي فلوسي. شنو حلو؟ وين where is the mirror? Where is the mirror? شبيك إنجليزي مع ال where is the mirror? كان حد هد الجالي مو؟ I think no cool. خشمك الكول. بس مشتري لا أخذ كبير مو؟ بس نلقى أصغر. كبير كبير. شوفوا هذا أنت مسيح مجمدة يجيبون على السوق. مثل الدجاج شلون يجيبون دجاج مجمد يفكونه وبعدين يعلقونه على هاي الأماكن. هذا تمساح مصلوخ وجاهز. شبني علاوي والله انت زلمة. I eat if you إذا تنقص عن سعر اسحب إنجليزي. ما بريطاني. آكل واحد إذا تخصم من ديني ألف دولار. بس ذوقها شنو بس تذوقها ذوقها ذوقها. No poison here, no poison. No poison, ما هو poison. ما بيسم ما بيسم. The poison. بتش الله تكون سم وتكتلة كتلة. No poison, are you sure? Yeah. والله يقولوا طعمته ترى نفس اللحم ما في شيء يعني اختلاف. Okay, I don't want this. Thank you. أكله كل مؤخرة العقرقة. Yeah. تعال تعال تعال. رائح والله. أشعر بالدوار. هذا عنكبوت no. علاوي. أكله 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 من خير عمو لورا. Snake. ها؟ What do you say? Frog. She. اها فطست هاي ماتت علينا العجيه. اري اوكي اري اوكي يمكن اكلتي سم. سمكم الله هي ما شاء الله شيء تريد فيها؟ لا جيت اساعدها شويه اذا استنانا. اوكي والله اعتقد ان سم العقرب بلش ياثر علي. اشعر بالدوار ما شاء الله. اي فيل نويزي اي فيل نويزي بيبي ذا سكوربيون بويسون. شوفوا شوفوا هذا المقهى ايش قد حلو. هذانا طبعا مدرجات هاي عندهم هاي الامور والاكل والشرب وباستا وسوالف. بس انا عجبني شكل المقهى شوفوا ايش حالاته. وهذا المقهى صاير هيك على الشارع قاعد يتكونون 24 ساعه. ترى قاعد اصورك ها. You don't know everything. يا أخي ما نضبط يعني ما في ما في ما في. جاد تقول لك يعني تطلع يطلعين من الطاقم يا أنا. اثنيناتكم تطلعوا من الطاقم صراحة. جاد تقول لك أنت أكبر مني لازم تفهم أكثر مني مو أنا أعلمك. You use my phone. You write with Thai Vietnamese letters like you tell Thailandi. That's why I give you my phone. يا سيدي ما علي فكرتك بريطاني. تعال تعال كمل كمل ما تريد حتى تسمع. هالينغوي وي نيد 44 مينيت جوينج تو تشاينيز ماركت. انا غير الضرر ما جايني منك. هي سوي لها قلب حب. درا دبلع دبلع. واي اول اون مي دبلع. يا ميسي ها. يا شي لي ميسي. شوفوا لك والله العظيم انك محترمه. هاي ميسي برو. ميسي يا هاو ماتش از كوست؟ نو اتس فيري اكسبنسيف برو. جيف مي جود برايس. هو از بيتر ميسي اور كريستيانو؟ ميسي. اوه اتس اول 500. يس سير. اوه جود. اي هاي شورت بس اترين اتش كان اي. يا يو كان تراي. اشتريت اشتري برشلونه. ايش قد عميل؟ شوف ميسي ميسي. لا دير بالك. اوه شو ميسي على عناتكم. شلون ميسي الا امساس. اوه خلاص راح خليك تشوفين ميسي. اي ميسي على عناتكم. اتس جود ها. حلوه ها. حلوه حبيبي. حلوه حبيبي. اي عاشو ميسي. شو مي ميسي وعلى عناد علاوي. ترى علاوي مدريدي ها. ايوه مدريدي سخيف. هذا مدريدي عميل ها علاوي. هذا بيض من الطيور بس ما نعرف شنو هو الطير بالضبط. شنو هذا الطير؟ نو اوكي يلا يا عميك. شوف شوف هذا تمساح يشوونه شوي. How much was this? And one medium is 150, large is 200 brothers. وغالي زاد. يعني 5 دولار الصيف هذا. غالي مو سهل. هذا تمساح. طبعا هذا هن يشوون هن هناك على مثل الشوي. ويدقون. Who want to try? Allow it. Allow انت تمساح تاكل التمساح يعني زواحف. ميسي. No way.
على عنادكم شو ميسي. اوكي ها مدريدي why you mad at me because he's when يا جلس. شوفوا هذه مشان ما نزعل جماهير ريال مدريد. عطسي رونالدو سي صحيح ما تعرف غيره شخصيه. هذا مدريدي هام شال هيك تزعج منها. اعطيها السي هاي ضبطناكم كنزة ميسي واحتفالية رونالدو مشان ما حد يحكي. ماشو خاف من الجمهور لانك خاف من الجمهور المدريدي تعرف الملك. انا مصرح من زمان انه خوفا سويتها انت وياها. انا مصرح من زمان انه ميسي افضل من كريستيانو حبيبي. انا مصرح هذا التصريح من زمان. دير بالك هاي فتنا على سوق كله ألبسة سياح طبعا. ها فيتناميز هذه القبعة الفيتنامية المشهورة. What's the name in Vietnam? Nola. 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 Look here. Nola. والله حلو. كأنك رقاصة. إذا كان لحش يعني أنت شنو مو سألتني؟ How much? يعني $5. اي رخيص. قول لا غالي. سوي حالك تبكي سوي حالك تبكي. شو شو ايوه 150 ايوه شلون والله العظيم الا يبكي والله حلو. كأني شغال بمقصف والله كأنك شغال بالمقصف. انا بلاك ذا بلاك ات بيتر. لا هذا ستايل عريض ترى. لا بالعكس علاوي حيل حلو والله. اي لاف توك توك. هذا التوك توك التايلندي. اي لا حلو. نو هي ويل تراي ايفري ثينج بس هي ديدنت باي. راح يجرب كل المحل واخر شيء ما يشتري ونحن واقفين بجعد نستنى. يا سلام يا سيدي قسم بالله والله شقاقي قسم بالله فك يعني ها ها طلع حالك. This one is good. This one good. طلع حالك يلا على ولا حلو بشرفي على هذا اللون الهايل والله العظيم حلو كامل فشو شو تريد تقول منها خلاص شو بك هي ستيلر هي نو تقول ايه عارف هو بواق يا كول بوليس تقول راح ادق على الشرطه. طبعا هذا حشرات مشكل عناكب عقارب دود ضب. لا احنا سعينا انتقلنا على بيت جديد بعد جولة السوق الحديقة رايحين على سوبر ماركت نشتري اغراض. اليوم رين تريد تطبخ لنا هاي الاكلة الفيتنامية تراديشنال ميل اسمها نيم صح؟ نيم. طبعا انتقلنا همزة على بيت جديد مثل ما قلت لكم. طبعا دوران جايبنا على حارات عشوائية ماخذ البيت $100 شهر يعني الحالة حالة. شوف شلون الزقة وشوف شلون العالم. خلونا نجي لحالنا خطيه متمرض ان شاء الله ما يقوم غير بالسلامه. عاد احنا جينا قلنا ناخذ المهم عن بداله نتشوق وكذا ونرجع على البيت وجبناها على هذا المحل سيفن ويفن. ما تاكل غير من هذا المحل لا اكل تايلندي لا اكل عربي ولا شيء. كم شومي شوفوا كل شلون نفس تبع افلام كرتون بيرفكت. لا تضيعينا يا بنت الحلال. Are you sure? Yeah. How we go right we or we turn right. Okay. إحنا ماشيين هسه على السوبر ماركت. وين وما نعرف. أوفا. طلاب المدارس كت حلوين. طلنا السوبر ماركت. الحرارة 32 وصارنا 20 دقيقة نمشي. ورطوبة عالية. الجتش متعب. هسه عرفت ليش لورانس قال أنا مران وصار يتحجج. هو عرفان. هسه غير يشيل الأغراض للبيت. هين المهمة الأصعب. Maybe seven. 17 maybe. What this? رايس بابر. Oh, from Vietnam. Wow. أحلى الرز. This is from Vietnam. Yeah. Right from Vietnam. هو أصلاً فيتنامية. الأكلة والبنية فيتنامية. شراء الأغراب هذا هن. طبعاً نحن لكم متفقين. في أغراب زيادة مو تبع الطبخة. بس وصل البيت نفصل لكم هن شيء بالضبط. شنو هي نعم بسيطة. عدة أمور مو معقدة أبداً ولذيذة جداً. ها. وإحنا رايحين راجعين على البيت. قالوا جو نار. It's my food. How are we gonna find? I don't know. The address Lawrence gave you yesterday. Lawrence. Oh, يعني. الله يوفقك. يلي ببالي. No, filming me. I think I like to filming you. Oh no. Please sleep. So Lawrence قاعد. Allah.
قاعد ومستريح واحنا متنا بالطريق. روان I buy something for you. Yeah. I don't know what you're talking about. هذا مثل هيك شيء شوكولاته. لا لا كل قوم 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 ساعدنا قوم اجلي قوم قطع قوم سوي يلا. Lynn, what do you buy? I buy chocolate, but Ali eat everything. Eat everything? Yeah. You buy me chocolate? I pay chocolate. You lying. اشتريت لي والله وكلتني وبس هي ما ذكرتك. اطلع برا البيت. You don't remember him. He. اطلع برا البيت. You don't remember him. اطلع برا البيت. اطلع برا البيت. يلا على البيت مسكننا ما ادري وين قصر يا حبيبي وين قصر قصر بس من جوا اطلع برا وشوف العشوائيات والعالم والزباله ايه صحيح what are you doing what are you doing now me yeah هتسوي لي انبوكسينج على الموبايل اللي اشتريتيه لسه بفتح ابل ستور انا ابل ستور بس يا تعال هي تعال هي I buy for you oh thank you unboxing اوكي تنشوف شلون هذا الموبايل هلا ما كل شيء. سوف فتحنا. نو مسخرة. نو مسخرة. يا كم كم كم. تعال تعال شو تعال تعال احضر اللحظة الموعودة. أوكي. 3 2 أوه هذا زهري أزهار. شارج إذا شاحن. حركات ايه لا لي هذا لا وين ستيل شو على كيفه عشت ايديك عشت ايديك شو شلون قايل لكم هابي هابي سلام عليكم هابي 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 سلام عليكم حبيبي وينكم تسمعني دوايل هلا هلا انترنت شو شو كذابين when you miss me call I call me you. Yeah, call me لينغاي لينغاي طبعا هسه شاهدت الفيديو اللي مصوره استاذ علاوي هو ولين يقولون لورانس مسكننا بحي للفقراء هذا حي فقراء يا فقر شوفوا البيت شلون والله قصر غرفتين شوفوا شوفوا الاطلاله هسه شوفك المسبح والجيم والكذا بس انت الفقير يعني انت ما اعرف شلون لقيت هذا المكان لحقنا على جوجل ماب 5 كيلومتر روحه هسه عشان كيلومتر رجعه عشان المسبح هسه اشوفك متر واحد يا متخلف هسه اشوفك وين المسبح جو 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 انا ابو شكلكم اثنيناتكم شو بس الاسانسير شوف يا معلم اسمعوا يقول شو وين كان عايش كنت عايش بكادينة بقر يعني الا تخلينا نحكي الاسرار والله ما عايش بكادينة بقر كنت عايش بالسويد احلى المدن شوف هذا المكانات البرايد الباب فقر ما تروح انت غير على الاماكن الفقريه شوف الشارع شوف هذه البنايات هذا هو المكان اللي ساكنين به هاي البنايه تبعتنا شحالاتها اسبوع واحد 500 دولار اخذناه شوف هذا باب بيتك هذا هو المسبح واحد متر هذا هو مسبح من سعر الغرفه هاي ما تعرف اسمها تا فقري ستاند اون لورانس نيك اند سويم شوف تفضل هذا المكان كله لك شايف الجيم هذاك هذا زاد لك هذا زاد تقدر تاخذ هنا المسبح تقدر تسبح هذا كله من سعر الشقه فقر مدري وين رايح انت وين رايح بشرفك شو تريد بوك شي مو ها شنو شو تريد بوك ما ينسمح هذا وصخ شنو شو تريد ها تفضل اسبح شوفوا هذا المكان الشقه اللي ساكنين به طبعا هذنا الجيم والكافي مع كلهم من سعر الشقه ونحن شققنا هناك شوفوا هالاماكن الحلوه بس هو حرامي يمكن راح اشوف له شيء عصابه شيء شغله يبوق معاهم رايح على احياء غريبه خيو انت ذليتوني تريد تسوي لي غدا انت وياها من البارح ذليتوني والله ابتلينا بيه بلوى غداكم ما اريدوا وهسه تشيلون اغراضكم اسمع اسمع هسه تشيلوا هسه اغراضكم تمشون والقاكم في فيديو جديد سلام لا سووا لي لايك واشتراك سلام سي لايك اند سبسكرايب لا يول لا يول لا 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 ولا لا لا ما تعرف تسبح ما تعرف تسبح ما تعرف تسبح ما تعرف تسبح يا اثول سوونا لايك واشتراك والقاكم في فيديو جديد لانه هذا الفيديو كانه طولنا زياده فخلص الفيديوهات الجايه راح تكون افضل ان شاء الله سلام سلام هلا هلا